حالي ورحت. فكان هو في الكنترول يتابع هذا وأنا كنت جوا بالاستوديو. فقدمت وافتتحت هذا بالقرآن الكريم وقدمت المقري وقدمت التلفزيون وهذا. طبعا الناس كلها بتنتظر، يعني كان في إعلان في الإذاعة إنه اليوم في افتتاح التلفزيون في مكة المكرمة في جدة وفي الرياض، فالناس كانوا منتظرين مين هذا، كيف التلفزيون ده أصلا حيح. بعد هذا القرآن الكريم برضو قدمت من هدي النبوة، وكانت رهبة كبيرة جدا لأنه كله كان على الهواء وكان الناس كلهم يتابعوا، وكان يعني بالرياض نفس الشيء، وكان الشيخ جميل حجيلان الله يعطي الصحة والسلام العافية يتابع بالرياض، والأستاذ عباس غزاوي من جدة، وتم الافتتاح. وكادي هذه كانت من الأوائل، أول مرة افتتاح وأول مرة في نقل الحج في عرفات. الحمد لله. لكن لاحقا لما صار الافتتاح الرسمي حضر الملك فيصل الله يرحمه. الافتتاح تم في المبنى الوزارة. جميل. هذا الافتتاح الرسمي. جميل. لما حضر الملك فيصل وألقى كلمته الشهيرة لما قال نعم. أنا يا أخوان، هو كان قال أنا ما طلبت من الإذاعة والتلفزيون نعم. أنهم يتحدثوا أو نعم. عن الأناشيد أو التي فيها ثناء على الملك. كان حريص رحمة الله عليه كما يقول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب. كان يؤثر كل شيء على النفس. جميل. فما كان يعني إيش يحب أنه يطرى له المديح في الأناشيد أو في الأغاني الوطنية. صحيح، كان يكره ذلك. في هذه الكلمة أو أثناء الكلمة أنت كنت خلف الملك فيصل. أنا كنت حدثني عن هذه اللحظات، نبغى نعرف. إحنا هو مو بس أنا، اللي كانوا كل المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم معالي الشيخ جميل حجيلان الذي كانت الفرحة لا تسعه من هذا اليوم الذي هو يعتبر يوم من أيام الوزارة المشهود له. وبحضور مين؟ بحضور الملك فيصل رحمة الله عليه ليفتتح هذا العملاق اللي هو التلفزيون الجديد، والذي كان له يعني تأثيره في المجتمع بكل نواحي. فالحمد لله، يعني كان الوزير فرحة جامة ترى في وجهه السرور والمحبة والهذا، و استطاع إنه هو يعني يدعو كوكبة من المسؤولين ومن الأمراء والمسؤولين لحضور والعلماء لهذا الافتتاح. وكانت خطبة أو كلمة، أنا أقول كلمة الملك فيصل رحمة الله مؤثرة. حتى لما يعني قال على الوزارة وهذا كنت خايف، يعني أنا كنت بقول في نفسي دحين معالي الوزير يخليها زي ما كان يقول لي المعالي الوزير مجنون أنت، إحنا نشيل الكلمة هذه حقت. كانت كلمة رائعة وللتاريخ، من أجمل الكلمات. وكان دائما الناس يقولوا الملك فيصل يتحدث وما يقرأ بكلمة، دائما في حين دائما يتحدث ارتجالي، لكن حينما تجد وتكتب هذه الكلمات تجدها يعني أشياء مرتبة ومنسقة وكلمات من نور زي ما احنا نقول رحمة الله عليه. ليس مطلوبا من هذا المرفق أيها الإخوة أن يأتي كل يوم وليلة وينشر على أمواج الأثير أو على شاشة التلفزيون صورة فيصل أو قال فيصل أو عمل فيصل أو أراد فيصل. لا، ليست هذه مسؤوليته، لأن فيصل إذا كان يعمل وإذا كان يؤدي شيء من واجبه فليس ذلك لتظهر صورته على صفحات الصحف أو على شاشة التلفزيون أو يظهر ما يقول أو يقال عنه على أمواج الأثير. فإذا كان يعمل فإنما يجب أن يعمل في سبيل الله ثم في سبيل وطنه وأمته. وإنني أيها الإخوة المواطنون أحب أن أتقدم إليكم بشكوى، وهي شكوى من وزارة الإعلام.
الوزارة التي نحتفل اليوم بافتتاح مشروعا من إنجازاتها ونتقدم لها بالشكر عليه، ولكنني في نفس الوقت أشكوها إليكم لأنها دائما وباستمرار وخلاف رجاءاتي لها أن تتجنب نشر الصور الخاصة بي أو الكلمات الرنانة التي تقال في أو الأغاني التي تكال، وأنني في نفس الوقت أقول لكم أنني لست متتبع لا للراديو ولا للتلفزيون، ولكنني في بعض الأوقات يصدف أن أكون خارج من البيت أو داخل إليه وأرى بعض المناظر وأسمع بعض الكلمات أو بعض الأناشيد أو بعض التعليقات، فوالله العظيم إنه ليحز في نفسي حينما أسمع من الإذاعة أو في التلفزيون هذه الكلمات والإطراء والمديح لفيصل، لأن فيصل إذا كان يعمل وإذا كان يقوم بشيء من واجبه فهو لا يشكل على ذلك، بل يجب عليه هو نفسه أن يشكر ربه إذا وفقه إلى ذلك. وإنني أرجو من إخوتي المواطنون أن يعلموا أنني غير راض عن ذلك، ولكم نبه وزير الإعلام وأجهزته بتجنب هذه الأشياء، ولكن لسوء الحظ لم ينصاعوا إلى تنبيهي. طبعا أنا لا أعتقد أنهم إن شاء الله يخالفوا رغبتي أو يتعمدوا أشياء، ولكن ربما يعتبروا أن بعض الظروف أو بعض الحالات أنها تضطرهم على ذلك، ولكنني أخالفهم في هذا الرأي. يعني كل اللي كان بيوصل رسالة للمجتمع، يعني زي ما قلت لك أنه يعني ما هو وراء هذه الأناشيد، وله وراء هذه الأغاني، وله وراء كل ما يقال من مديح في الأناشيد، لأنه كانت أناشيد حلوة والشعب كله كان يرددها. يعني خذ مثلا فيصلنا يا فيصلنا، بيدك رافع فيصلنا، جميلة جميلة، كل حتى المدارس كانت تقولها لمن ايوه المدارس الإذاعة كل يوم المجتمع يغنيها، كانت من القلب والناس يغنوها، وكان لها يعني وقع كبير في قلوب المشاهد وفي قلوب المستمع والمجتمع ككل. قصة النشيد اللي انت سجلته ورحت لبيروت بطلب من الشيخ جميل حجلان انك تسجل اسلامية اسلامية، كثير منها اسلامية اسلامية في مكة، فيصل اعلنها لا شرقية ولا غربية، وكان كثير من المناقضين للمملكة واللي ما يحبوا المملكة كانوا يكرهوا أي نجاح للمملكة وأي يعني هدوء للمملكة واستقرار، فكانوا يكرهوا حتى الأناشيد لما تقول فيصلنا فيصلنا، يجوا في الاستوديوهات ويحاولوا ينقصوا عليه. في من ضمن الأناشيد الجد الشيخ جميل بعثني أنا وزميل لي اسمه الأخ عبد الكريم الخطيب، رحنا سجلنا حوالي 45 نشيد وطنية، وكان يعني هناك الموسيقار الكبير توفيق الباشا هو الذي يعني يعمل، وكان الفنان برضو محمد محسن الذي يحلونه، وكانت من أنجح الأناشيد الموجودة، وأعتقد في منها إلى الآن كانت ناجحة.